السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم لي بات بولي سكالوب او لا صدر ديال الدجاج بلا كريم فريش او لا لاصوص بلانش. خليكم معايا باش نشوفوا المقادير والطريقه. غادي نحتاجو ان شاء الله فوالا لي بات اكيد انا خسرت هذه صدر ديال الدجاج، كذلك الملحه والابزار ولا كريم فريش. عندي جوج بصيلات مويان غادي نشلضهم وربع دريسات ديال الثوم، ورقه ديال سيدنا موسى اولا ورق الرند، بصله وثومه غادي نشلضهم. فلا كان عندكم شويه ديال الوقت تقدروا ديروها هكا غير باليدين نقسموها نشلضوها صغيره. انا درت كل شيء في الروبو، ما عنديش بزاف ديال الوقت داكشي علاش. فكيف كتشوفوا معايا البصله والثومه قطعتهم رقي وقين اولا شلطتهم رقي وقين، انا درتهم في الروبو. غادي ناخذ لي بات هي الاولى غادي نديرها في الروبو تسلق، عاد من بعد غادي ندوزو نصيبو لاصوص هكا باش نربحو شويه ديال الوقت. وبطبيعه الحال نديرو بجوج على فوا يطيبو ومن طوب. غادي نديرهم في الروبو مع الماء سخون وشويه ديال الملحه ورقة ديال الرند، ما كيستغرقوش بزاف ديال الوقت، واحد 15 دقيقة كاع الماكسيموم. غادي نزيد عليهم نغطيوهم بالماء كيف كيعرف الجميع، فلي بات راه سهلة. نزيد عليها شوية ديال الملحة شوية ديال الإبزار وشويه ديال الزيت، غادي نسدو ليها ونخليوها طيب. اللي كيفضل يدير زيت زيت الزيتون فمن الاحسن، انا كيجيني شويه مجهد في لي بات. غادي ندير ليها 14 دقيقه ونخليها كطيب. دابا غادي ندوزو نصيبو لاصوص بلونش ديالنا، فهي من اسهل ما يكون وكتجي جديده بزاف، كنتمنى انكم تجربوها. غادي نحتاجو لا كريم ديالنا، وغنحتاجو ناخذو المقله وغادي نديرو فيها شويه ديال الزبده كيف كتشوفوا معايا، كذلك غادي ندير شويه ديال الزيت غير غتبدا دير معايا هاد الزبده هادي. دابا غادي نزيد عليه الدجاج، غنخليه يشحر واحد شويه يبدا يشرب لينا ديك الزبده. عاد من بعد غادي نزيدو التوابل، غادي نزيدو الملحه القياس ديالنا ولا القياس ديال الكميه اللي حنا دايرين ديال الدجاج، كذلك غادي نزيدو الابزار اولا الفلفل الاسود. غادي نخلطو كلشي وغادي نخليو هاد الدجاج هذا حتى يبدا يتحمر معنا وياخذ واحد اللون اللي هو ذهبي اولا دوغي، عاد ديك الساعات غادي نزيدوه لا كريم. بطبيعه الحال خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه، فكنتمنى انكم تجربوها فريمون تجي زوينه ولذيذه بزاف.
كتشوفوا معايا الدجاج ديالنا خدا هذاك اللون الذهبي. دابا غادي نزيدوا البصله والثومه اللي طحنا اولا اللي قطعنا رقيقه، كنزيدوها حتى للاخر. عاد كنخليو هاد الدجاج ديالنا ياخذ لينا هذاك المذاق ديال البصله حتى تهبط ويشرب هاد الدجاج. كنخليوه غير كتبدا تتحمر، عاد من بعد غادي نزيدها لا كريم. فكيف غادي تشوفوا معايا ان شاء الله. فهي دغيا كطيب، راه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. البصله حيت مقطعه رقيقه ما كتاخذناش دغيا، ما كتاخذناش بزاف ديال الوقت، دغيا كتهبط. كيف كتشوفوا معايا الدجاج شرب لنا هذيك البصله. دابا غادي نزيدوا لا كريم. عندي 200 ملليلتر، اولا الا بغيتوا ديروا اكثر يمكن على حسب الكميه ديال افراد الاسره. فهي كتجي معلكه وزوينه لاصوص ديالها، كتجي خاطره. دابا غادي نخلي حتى غادي يبدا يشرب هاد الكريم اولا يشربوا الدجاج، غنغطي عليه ونخليه يطيب. فهو كياخذ معنا واحد 5 دقائق كاع، ماشي بزاف. كيف كتشوفوا دابا الكريم بدا كيشرب اولا بدا كيختار. صافي غادي نطفي عليه، من ولي لهاد الدرجه هادي غادي نطفي عليه. لي بار ديالنا فهي وجدات، والتقديم فهو تيكون على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم اولا الوجبه ديال اليوم تعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. وبالصحه والراحه.